يأتي هذا اللقاء ضمن البرنامج الذي بدأه المركز الملك حسام المتعلق بإعادة هيكلة فروعه المحلية والإقليمية، بحيث أن الإخوة في المكتب في فرع تمارس الصغيرات توفقوا إلى الحمد في تشكيل مكتب جديد من أجل الاطلاع بمهامه الحقوقية على مستوى الفردي والإقليمي تمارس الصغيرات. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى إن شاء الله أن يطلعوا بمهامهم على أكمل وجه في خدمة المواطنين فرادى وجماعات وفي خدمة الصالح العام بإذن الله تعالى. أقول اعملوا فسر الله عملكم والمؤمنين، وشكرا لكم.